بنات عشان يا مخمخ طالع ما شاء الله تبارك الله. دحين بحط في شعري وفي جسمي زيت، بحط في شعري اللي هو زيت جوز الهند، انا مره احبه اللي هو هذا العضوي هذا، احط في شعري تمام، وفي جسمي زيت جوز الهند، يعني في شعري وفي جسمي. ممكن احط نقاط من زيت بذور العنب، وممكن لو ما انتم حابين تحطوا جسمكم زيت جوز الهند حطوا زيت الاريجان براحتكم عادي، او زيت الجاجوبة، حتى في شعركم عادي، يعني اي زيت انتم تبغوه حطوه، انا بصراحة مرة احبه. او ممكن تحطوا في شعركم زيت السمسم رهيب جدا، وبجسمكم ممكن زيت جوز الهند، انتم براحتكم. بعدها بخليه ساعة أو نص ساعة تمام، بعد ما أدخل الحمام الله يكرمكم بقوم أغسل شعري بالشامبو وفي جسمي اللي هو الصابونية حقتي وإيش والمقشر، وكذا أصير ألقلق، وبعدها أرطب جسمي. ما لم تكون عندي مرطب، أنا أرطب جسمي وكذا أصير حاب انه شعره يكون فيه لمعة ويكون ياخذ العقل، يعني في العيد من جد من جد من جد شعرك يكون زينتك. يلا من معانا بنات اهتم، امس رغد سوت الحنة، شوف شعره ما شاء الله تبارك الله كيف اللمعة. احنا بنات لما نحط الحنة تاني يوم نحط الزيت، يعني اول يوم نحط الحنة ونغسل بموية فقط، تاني يوم نحط الزيت تمام ونغسل بشامبو، شوفوا اللمعة ما شاء الله تبارك الله. انتوا عارفين ان الحنة تنشف الشعر تمام، تاني يوم زي كذا نحط الزيت. عشان كذا بنات ترى الجدول اللي سويت لكم اياه بنات مدروس، حتى بنات المدرسة يعني معايا، يعني انا اعرف ان اخواتي معاها عندهم مدرسة، فحطيت الحنة والزيت في ايام الويكند.